خيرا، يسأل هذا الأخ عن حكم التهنئة بيوم الجمعة كقولنا جمعة مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب أكثر من الدعاء جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا. هذا مبدأ لنشر البدع، لا أصل للتهنئة بيوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يوما مباركا ويوما عظيما وفيه صلاة.